اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين، وانا التقيكم في حلقه جديده من برنامجكم حديث عراقي. ربما من عام 2003 لحد الان، يعني تحديدا منذ احتلال العراق ومجيء هذه الطبقه اللي تسمي نفسها سياسيه لتحكم العراق طوال هذه 20 سنة، طوال هذه السنوات كنا نسمع وما زلنا نسمع عبارات كثيرة، ومنها عبارة الفصل بين السلطات. يتحدثون عن فصل بين السلطات، وهناك سلطة تنفيذية وسلطة تشريعية وسلطة قضائية، ويتحدثون عن هذه القضية، وهناك فصل واضح بين هذه والدستور يضمن ذلك، ويتحدثون عن هذا الدستور الكسيح الذي يعتبرونه يعني في ساعات معينة شيئا مقدسا، وساعات يمسحون به أحذيتهم. هذا واقع الحال الحقيقي. لكن دعوني أتحدث عن هذه الفصل بين السلطات. وفي الممارسات العملية أنت تلاحظ لا فصل للسلطات. السلطة السياسية، السلطة التنفيذية هي من تحكم، السلطة القضائية هي من تتصرف بها، والسلطة القضائية تخدم السلطة السياسية، السلطة التنفيذية بما يعينها، يعني تهيئ لها الإطار الذي تريده. والسلطة التشريعية تتولى هذا وهذا، والتداخل واضح جدا في المهام وفي الواجبات لا تعرف. وهم يتحدثون، ما زالوا يتحدثون عن فصل السلطات. واحدة من نماذج عدم الفصل واللعب على الناس، قبل أيام كان ما يسمى بالنائب الأول لرئيس مجلس النواب اللي هو محسن علي أكبر ولايتي المندلاوي، رجل لا أعرف إن كان عراقيًا أو لا، هم يقولون عراقي ماشي، محسن علي أكبر المندلاوي اللي هو تاجر ورجل أعمال، لا أعرف يعني من له كل هذه الأموال. لديه جامعة اسمها جامعة الفراهيدي، وله يعني مستشفى تعليم الجراحات التخصصية، وجمعيات وما أعرف منه، مصانع، مصيبة كبيرة حقيقة. هذا الرجل بغض النظر عن هالمسألة بالعافية عليه، يعني كان في جولة ميدانية ببغداد، وهو يقف في بغداد يقول منطقة فلان شيء، يتحدث عن منطقة من مناطق بغداد، يقول ستشهد تطوير شامل، انه هنا راح نسوي شيء وكذا، وهنا راح يصير. طيب وانت تسأل نفسك، هذا الرجل عنوانه الوظيفي هو النائب الأول لرئيس مجلس النواب، ومجلس النواب هو جهة تشريعية ليست جهة تنفيذية، وليست جهة قضائية، وليست جهة مكلفة بالتصريح عما يعني ممكن أن يحدث، ما هي الأعمال التي تنجز وكيف تنجز وطريقة إنجازها، مو شأنه. لأنه من يكون شأنه فهو بالجهة التنفيذية، هو السلطة التنفيذية، هو وزير ومسؤول بهذا الجانب، يعني بالسلطة التنفيذية وليس بالسلطة التشريعية. السلطة التشريعية تهيئ القوانين، تهيئ التشريعات وتراقب، جهة رقابية ليس أكثر. أما أن تصرح، أما أن تقول، هذا قضية يعني. لأن تسأل ما هي مسؤولية أعضاء مجلس النواب في القضايا التنفيذية، في المهام التنفيذية، أليسوا جهة تشريعية ورقابية؟ ما علاقتهم؟ تداخل السلطات هذا يؤدي إلى ضياع السلطة الحقيقية. وين السلطة الحقيقية؟ يعني القضية تحتاج، لماذا دائما احنا نسأل، لماذا دائما يعني النواب، كثير من النواب في مجلس النواب الحالي او من هم بدرجة ادنى من المسؤول هم الذين يقودون. ومن تحدث قبل فترة قالوا انه الحكومة الماضية كانت حكومة مدراء المكاتب،
يعني هذه الحكومة الله أعلم، يعني يا حكومة من؟ يعني هي نعرف إنها حكومة ميليشيات، بس من اللي يديرها يعني بشكل مباشر؟ من اللي يديرها؟ من المرشدين، من المشرفين؟ ما أعرف لحد الآن، يعني تبين. لكن يعني إحنا كنا نلاحظ دائما ذول النواب شخصيات غريبة عجيبة في كل دول العالم، نائب في البرلمان ليس يعني ليس يعني شخصية أو 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 كيان حاكم للشارع وحاكم للجهات التنفيذية، يعني معبر عن الجهات التنفيذية، لا أبدا أبدا. هو وظيفته في داخل المجلس يدافع عن الشعب، يدافع عن قوانين الشعب، عن تشريعاته، ويراقب، هذه وظيفته، ويقدم تقاريره هناك. لكن أن يكون جزء من هذا الموضوع، هذا يخلي أسئلة كثيرة ويجعل الناس تتساءل أين هذه يعني الفصل بين السلطات، هذه الكذبة الكبيرة، الفصل بين السلطات، هذه غير موجودة بالعراق الحقيقة. لأنه هو يلاحظ ما يجري في القضاء، وما يجري في السلطة التنفيذية في السياسة، وما يجري في السلطة التشريعية، ويجد تداخلا كبيرا، والكل يحكم، والكل مصيبة كبيرة. وبالتالي يعني أنت تسأل من هم، يعني من هم الأشخاص الفاعلين بالتالي؟ وتجد أنه هؤلاء الذين يشكلون نوابا وسكرتيرا ومدير مكتبا وما أعرف منه، هم الذين يعملون كل شيء، وهم اللي مسيطرين على كل شيء. يعني تعودنا في العراق الآن من عام 2003 لحد الآن، لأنه المنصب الأساسي هذا ضمن توافقات سياسية، يأتون بشخص ويضعونه على الكرسي في المنصب الفلاني كأن يكون وزيرا، لأن الوزير هذا تابع للجهة، يجب أن يكون سنيا أو شيعيا أو كرديا، ويجب أن يضعون هذا وطيناكم إياه، هذا من حصتكم. لكن يخلوا له وكيل وزارة من الجهة المتنفذة، الجهة الحاكمة. من هي الجهة الحاكمة؟ هو هذا هو الذي بيده كل شيء. وهكذا بالنسبة لمجلس النواب، يخلون مجلس النواب شيعي سني، رئيس مجلس النواب لا يهم، لكن يخلوا له نواب هم الذين يتحكمون، هم الأداة. وهكذا بالنسبة للقضاء وكل. وهذه قضية غريبة عجيبة، أنت تحكم بناس غير معروفين، يعني أنت تضع ساتر، تضع يعني واجهة، وخلف الواجهة من يحكم؟ حكومات ما خلف الواجهة، من يحكم هم الذين خلف الواجهة. وبالتالي مع مرور الأيام أنت تجدهم دولة بالشارع، تجدهم قراراتهم هي المنفذة، تصريحاتهم هي المنفذة، حركتهم هي المنفذة، ولا تعرف أين هي استقلالية هؤلاء الأشخاص الذين أعطوهم كل الصلاحية وقالوا أن ذولا مستقلين وسيأخذون دورهم ويلعبون دورهم. بالتالي لا يستطيع أي واحد منهم، التعيينات بيد الوكيل، التصرفات، الأموال، كل شيء بيد الوكيل، وهكذا. ومن يتحدثون عنهم أنهم مستقلين، هم مستقلين الحقيقة، هؤلاء الذين يضعونهم في يعني خلف الواجهة هذول هم مستقلين. يعني مثل النائب الأول لرئيس مجلس النواب، هو ليس مستقلا، هو يدعون أنه مستقل، بس هو من دولة القانون. واضح هذا الموضوع، يعني تبحث في التاريخ تجده من دولة القانون، من حزب الدعوة، فكيف تتحدث عنه أنه مستقل؟ هذه العناوين، مثل هذه العناوين يتلاعبون بها، يتلاعبون أيضا بعناوين الوظيفية، هو تشريعي لو تنفيذي، هو قضائي لو هكذا. فبالتالي الحديث عن فصل السلطات وعن وجود يعني خطوط حمر لا يجوز لهذه السلطة أن تتجاوزها باتجاه السلطة الأخرى، غير موجودة في العراق الحقيقة، هذه كذبة كبيرة. السلطة لمن يحكم في العراق تشريعيا، تنفيذيا، قضائيا، إذا كان من الجهة التي تحكم والجهة المتنفذة، فهو يتحرك على كل الساحات ويستطيع أن يعني يأمر ويكون فاعلا في كل الساحات، في كل السلطات، سواء سلطات سياسية تنفيذية، سلطات قضائية، سلطات تشريعية، هو مؤثر وواضح فعله. هذا هو واقع الحال في العراق. أما من يتحدثون
عن هذه الشكليات، سلطات تنفيذية وسلطات تشريعية وسلطات قضائية كلبة كبيرة غير موجودة في العراق، وهذه جزء من الخلل البنيوي اللي موجود في هذا النظام الموجود في العراق منذ عام 2003 لحد الآن. هذا اللي أسست العملية السياسية، هو هذا المطلوب من عنده، أن يكون بهذا الشكل، أن تكون الساحات مفتوحة على بعضها متداخلة، لكن هناك شعارات مرفوعة دوما مثل شعارات الديمقراطية والحرية، وإحنا عندنا ديمقراطية وتبادل تبادل المناصب بشكل سلمي، كل كذبة، واحترام لإرادة الشعب واحترام للمتظاهرين واحترام لرأي الشعب، وكذبة كبيرة. وبالتالي الشعب 85% يقاطع الانتخابات، وأقل من 13% اللي يشاركون بالانتخابات يعتبروا حكومة شرعية، ويعتبروا مجلس النواب مجلس شرعي، ويشكلون حكومة وتمضي ويحكمون الشعب بالحديد والنار، واللي يتكلم غير شكل يتحدثون. هذا واقع الحال. فبالتالي الحديث عن فصل السلطات كذبة كبيرة، وهذه أول وهذه أو واحدة من أهم كذبات هذا الدستور الذي يتبجحون به، هذا الدستور الكسيح. وقد هذه الحلقة قد انتهى. أعزائي المشاهدين، أترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم.